للحديث عن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. يعني جولة رابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بدأت عملها في جنيف، لكن هنا هل ستختلف مخرجات هذه الجولة عن سابقاتها؟ لا يمكن أن تختلف، لأن المعطيات، من صنع هذه اللجنة صنعها لتضييع الوقت ولتبرئة ذمته. نعم. المجتمع الدولي دائما يلام بأنه ترك السوريين لمصيرهم، للمذابح التي يرتكبها النظام الأقلوي والإيرانيون والروس وحزب الله اللبناني. فالمجتمع الدولي لتبرئة ذمته يقول نحن نعمل، هناك مسيرة سلام، هناك مفاوضات لوضع الدستور، وكل ذلك فقط لتضييع الوقت. الآن مضى سنة وشهرين، 14 شهر. نعم. والحصيلة صفر، صفر مطلقا، ولا اتفاق حتى على جدول الأعمال. أستاذ أحمد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قال إن هناك أزمة ثقة بين الأطراف السورية في هذه النقطة تحديدا. ما هو الضامن أن يلتزم النظام ببنود أي اتفاق سياسي بالنظر إلى نتائج الاتفاقات السابقة؟ من هو الضامن؟ لا يوجد ضامن. وبعدين الكلام، المبعوث الدولي كلام مضحك. طيب. يعني ما بين السوريين ليس أزمة ثقة، في سوريين يرتكبون، اللي هو النظام العلوي يرتكب جرائم إبادة بحق العرب السنة، إبادة. الموضوع ليس عدم ثقة، الموضوع إبادة، جرائم إبادة بكل ما للكلمة من معنى. هل نحن نثق بهذا النظام؟ طبعا لا نثق به، أو أكثر مما لا نثق به. الشعب السوري ليس بحاجة لبناء الثقة، لا، بحاجة لحماية من هؤلاء الوحوش المتجمعين عليه لإبادة. أستاذ أحمد، الأمم المتحدة يعني أكدت عدم وجود جدول زمني واضح لمحادثات اللجنة، ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟ يعني ما قلته لك بالضبط، من أنه هذا موضوع لتضييع الوقت. يعني عندما تقول للنظام أنت يجب أن تضع دستورا مع هذا الشعب، ولكن لا يوجد سقف زمني، يفهم من ذلك بأنه يمكن يضيع الوقت، يضيع سنين من دون أن يحاسب. إذن أستاذ أحمد، ما الغاية من عقد يعني هذه الاجتماعات بين المعارضة والنظام السوري وأيضا المجتمع المدني؟ ما الغاية منه إذن؟ شكليا وضع الدستور. نعم. فعليا حتى لو وضع الدستور، المشكلة في سوريا ليست الدستور، هناك دستور في سوريا، دستور حالي، وهناك دساتير سابقة، وخاصة دستور عام 1950 ممتاز، يعني دستور من أفضل ما يكون، يمكن أن يؤخذ به. المشكلة كيف نقنع نظاما متوحشا إباديا بأن يحترم أي دستور كان. طيب أستاذ أحمد، يعني لن يتغير شيء على أرض الواقع في سوريا؟ المبعوث الدولي يقول بأنه إذا تم الإفراج عن المعتقلين فإن هذا سوف يسهل توصل الاتفاق بموضوع الدستور، ولكنها أماني، أماني، مجرد أماني، لا يوجد شيء يجبر النظام والمحتلين الروس والإيرانيين وحزب الله اللبناني على احترامها. أستاذ أحمد، ولكن يعني موضوع تدويل القضية السورية أليس يخدم الشعب السوري؟ إذا كان تدويلا جديا، نعم. إذا كان تدويلا جديا، نعم. إذا صدر قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، فهذا ما يحتاجه الشعب السوري، هذا ما، هذا، نعم، هو أقصى ما يحتاجه الشعب السوري، ولكن هذا غير موجود مطلقا. العملية كلها اختيارية. هو المبعوث الدولي يقول لك لا يوجد تمني. الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل، شكرا جزيلا لكم.